وزير دولها وزارة أهرمها الدبادة يسكاشيغ عالميغا حكومة دا صوماليا مدانا بلال محمد عثمان هي سفيركا جمهورية دا فرانسيسكا وقابل سن جمهورية دا فدرالكا صوماليا مروا آلان كاستا ايا كلنا يكويا شين مقالة مقدشة وحايديرة دا كساريان حوجينتا حريركا لبقية سودكا اللبادة دل اي فرانسيسكا يا صوماليا هي أهرمها أهمية دا وين أولا سيدي سرال لوغو قادي لها صاحبت النمادة اللبادة دل كلن كان انتو سعودي وحي اللبادة دينا عيس لقر في ناسيدي سر اللوغو قادي لها اسكاشيغ دينعية أبنك غنعسيغ مالغشيغ إيا سيدي اللوهر مارين لها فرصدها كالدوان إيو أبورا يو اسكاشيغ اللبادة دولتود أيدو سيسيمن أي اللبادة دل كغفا إيدي سنيان كودة هامبا عرمها اللف دبر تقوها حوجينتا حريرك اسكاشي إيا دينعية غنعسيغ إيا مالغشيغ يامانك انتبا كلن كان ايا كوسو اده وقتي اي صوماليا وجهه سو مرحله دورشو او مدد دير ديبو دعو كو يماني اسلام مركان دوان دلالكا تاغيري اي كو خيرين شروط دقاله او كو ادن ان دولته فدرالكا يا دولت غوبلاديتو اي لا يمادان تلابوين موجنيا ان سي رسمي او غودا غلين هولها دورشدا اي دلكا فرانسيسكونا waxaa kamid yahay wadamada sida dhawla socda dhaqdhaqaaqa geedi socodka doorashada waxana labada dhinac inta kulankan uu socday ay si gaar ah uga wada hadleen sidii loo aanbaqaadi lahaa dadaalada hirgelinta doorashada iyadoo si gaar ah diirada loo saaray taageerada Soomaaliya ay u baahan tahay waqti xaadirkan ee ku aadan arrimaha hirgelinta doorashada iyo marxaladda arrimaha binaadnimada ee ka dhalatay abaarta daran ee ku dhifatay guud ahaan dalka taasoo dawladda federaalku ay doonayso in ay u hesho taageero dhaqaale sidii loola tacaali lahaa isla markaana loo badbaadin lahaa dadka Soomaaliyeed ee ay